تمضي هيئه التخطيط والتطوير العمراني نحو دراسه طلبات تجزئه الاراضي واعداد مخططات التقاسيم الجزئيه والرئيسيه بما يتماشى مع قانون تقسيم الاراضي المعدل التعمير والتطوير وفق اهداف المخطط الاستراتيجي الوطني لمملكه البحرين وكانت هيئه التخطيط والتطوير العمراني قد اكدت في وقت سابق انها المعنيه باعداد مخططات التقاسيم العقاريه لجميع مدن وقرى البحرين الى جانب مسؤوليتها التامه في تطوير المناطق الحضريه وتوفير المخططات السكنيه والاستثماريه والخدميه المتنوعه بالشكل الذي يضمن للمواطن والمقيم وحتى المستثمر الحصول على قسائم سكنيه مناسبه ذات قياسات محدده ومتكامله التصنيف والخدمات وتطابقها مع المعايير التخطيطيه والتعميريه ومرورها بالاجراءات الصحيحه